كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن قرب إعلان نتائج التحقيقات بعمليات الاغتيال التي حصلت خلال الأشهر الماضية. وقال عضو اللجنة علي الغانمي أن التحقيقات في قضايا الاغتيال لا تزال مستمرة ونتائجها ستكشف قريبا لكونها من واجبات الحكومة والأجهزة الأمنية، مضيفا أن اللجان التي شكلت للتحقيق بتلك الجرائم التي استهدفت ناشطين وخبراء أمنيين من مسؤولياتها الرئيسية والحتمية، مؤكدا أنه في حال عدم الكشف عن النتائج فإن ذلك يعد تقصيرا في عمل اللجان المختصة.